مرحبا بحضراتكم مرة تانية، والفقرة دي معانا بطل من أبطال مصر في الجودو، وهو اعتلى منصات التتويج كتير جدا وحصد ميداليات كتيرة جدا ومتنوعة في مختلف المنافسات، لكن قرر فجأة ان هو يعتزل من كام شهر. هيقول لنا اكيد كواليس اتخاذ قرار زي ده، لان ده قرار صعب جدا، ونعرف كمان اللي جاي بالنسبه له ايه. خلينا نرحب بكابتن حاتم عبد الاخر، لاعب منتخب مصر السابق للجودو، وهو احد الرياضيين والابطال اللي انا بصراحه عامله له فولو على السوشيال ميديا، لان هو فعلا نموذج يعني محترم جدا. صباح الفل. اهلا بيك، اهلا بيك، ومسي على التقديمه الجميله دي، واهلا بيك. نورتنا، ربنا يخليك. سعيده جدا. واكيد السؤال البديهي، يعني ايه اللي خلاك تعتزل؟ والله جه الوقت، يعني انا طول عمري، انا دلوقتي بقالي 17 سنه في منتخب مصر الرجال، وطول عمري عندي قدره من العطاء كبيره قوي في التدريب، في ان انا يعني اتدرب كل يوم، بيبقى 6 ساعات في اليوم والحاجات دي كلها. جه الوقت ان انت بتلاقي نفسك الكيرف خلاص، يعني الكيرف بيقل، التدريب والعطائك واحده واحده بتلاقيه مش زي الاول، وحتى البرفورمنس والحاجات دي كلها. فبيجي الوقت لازم بتقعد مع نفسك واقفه كده، اللي هو لا خلاص، ده الوقت، يعني خلاص اتس تايم. ده الوقت. كانت واقفه سهله ولا صعبه؟ اصعب قرار في حياتي، ولحد النهارده يعني متهيألي ده بياخد وقت كبير عشان تبتدي تأجست او تتأقلم في الحياه من غير الكم من التدريب ده، وكم من الافكار للبطولات، وعندك بطوله بتحضر لها فبتعمل جاب. اختلفت شويه، قلت لنا قبل الهوا ان لسه لحد دلوقتي بتروح. لا انا بروح عادي جدا، بروح عادي جدا، يعني هم حتى يعني هم حتى مستغربين انت ايه اللي انت جاي بتعمل ايه؟ قلت لهم انت بطلت ولا ما بطلتش ولا ايه؟ ولا ايه ظروف؟ انا لسه مش معرفهم قوي، يعني لسه ايه. بس 35 سنه عمرك يعني مش كبير برضه، يعني في ناس كملت بعد كده. لا انا ما فيش حد وصل. لا انا مش بتكلم في الجودو تحديدا، يعني ان جنرال في لعيبه وابطال بيوصلوا ل 40 وبيكملوا، اشمعنى الجودو؟ الجودو لعبة صعبة قوي، يعني الجودو لعبة بتحتاج حاجات كتيرة جدا، يعني بتشتغل على أضلع كتيرة قوي، أضلع فتنس وقوة بدنية وتكنيكات عالية، وهي أصلا لعبة متعبة، يعني هي كلعبة التحام، لعب الالتحام عامة لعبة متعبة جدا، وبتحتاج قوة بدنية عالية جدا، بتحتاج تدريبات تأهيل أعلى من يعني أعلى من اللازم، فعمرها بتبقى مفترض اقل من الاعمار العاديه، لان بتحتاج مجهود. ف 35 دي انا جبت اخرها خالص، لكن حتى لو وصلت ل 35 ومحتفظ بلياقتك ومحتفظ بقوتك، يعني يعني مش شايف مظاهر لنزول الكيرف زي ما انت بتقول كده؟ لا يعني انا جبت انت ادرى طبعا اكيد. لا بس يعني هي نزول الكيرف مش في الكيرف على قد ما هي احتياجات اللي لازم تعملها عشان توصل للاعلى بيرفورمنس دي. هي وانا يعني انا في عمري الرياضي مش هبل ان انا يعني اتمرن نص تمرين واروح بطوله وانا مش في بتقدم نص اداء وتقدم نص اداء، يعني ما تعودتش على كده. واول ما ابتديت احس ان هي لا هتبتدي كده، لا يعني خلاص. وشفت امثله كتيره، ممكن حد يبقى عايز يدوس اكتر من ما يعني، وتبقى مش يعني النهايه ما بتبقاش. فيعني تهيألي ان ده كان القرار الوقت المناسب ان اعتزل فيه، واوجه الطاقه دي في حاجات تانية. يعني احنا هنتكلم في اللي جاي، اكيد عايزين نعرف بعد يعني بطل ومثلت مصر باشكال مختلفه، بطولات كتيره، اللي جاي ايه؟ بس قبل كده خليني اسالك سؤال، معلش هو ستريت فورورد طبعا. شور يعني هل برضو كابتن حاتم عدم تاهلك للاولمبياد كان سبب في الاعتزال؟ ولا لا بصراحه لا ملهاش علاقه، ملهاش علاقه، وانا كنت واخد القرار اصلا من قبلها. اوكي. يعني وكمان اخر سنه دي جات لي حاجات كتيره قوي، ظروف خلت كمان انا يعني عمالي يعني جات لي كورونا قعدت فيها شهرين، فكانت يعني ما عدتش فيها اسبوع واسبوعين والحاجات دي، لا كانت يعني اجريسيف بشكل فظيع، ونزلت على الصدر والحاجات دي في وسط التاهيل، وانا اصلا كنت مدي قرار ان هي خلاص دول اخر 4 شهور يعني 100%، فكذا حاجه كده، فانا كنت يعني خلاص حسيت ان ده اللي هو خلاص دي اخر. المنتخب بشكل عام كان ماشي كويس قوي في مرحله ما قبل الاولمبياد. لا خالص. لا فعلا لا خالص.
حتى من مرحله فقره. ده انا عايز اوصل بس معاك عشان ايه اطبطب على السؤال عشان اقول لك في الاخر طب احنا ما عملناش اي لقطه حلوه. لا خالص المكالمه ما كانش ينفع. ليه؟ طب ليه ده كان حاصل؟ يعني برضه انا بقولها لك ستريت فورورد من الاعداد ده مش اعداد اولمبياد خالص. يعني اللي كان اللي حصل قبل هل عشان ظروف كورونا مثلا؟ ظروف كورونا مخليه كل حاجه صعبه. ده طبعا ده رقم واحد مخليه كل اجراءات السفريات صعبه وكل اجراءات المعسكرات صعبه. بس ما كانش يعني في دول عارفه طبعا تتاقلم عشان معاها فيز والحاجات دي كلها. احنا ما عرفناش نتاقلم واضحه وصريحه يعني هقولها لك. احنا ما عرفناش نتاقلم ونعمل الاعداد الكافي للاولمبياد يعني. بس ده او دي البوينت الوحيده. دي بوينت ولا مهمة في جداً. مشكله تانية مثلا خاصه بحاجات احنا ما نعرفهاش او كواليس في طبعا ورا كواليس بيبقى في حاجات كتيره جدا يعني. بس يعني يعني المين ان الاعداد مش كافي خالص. لان دلوقتي اللعبه التنافسيه عاليه جدا. الكومبيتيتيف ليفل عاليه قوي. انت بتاخد اول 18 واحد على العالم بس في لعبه فيها 170 دوله بتلعب فيها. وفي منهم 60 70 دوله ما بيهرجوش يعني. دلوقتي كمان كان زمان اليابان روسيا جورجيا مش عارف ايه. دلوقتي مفيش دوله في العالم مش مميزه. لا مش مميزه وكله عارف الطريق ازاي والوعي عالي قوي. فكله عارف الطريق ازاي للميداليه. ف كله جامد. طب يعني بالمناسبه يعني برضو خلينا احنا كمان نعرف ايه الطريق المناسب. والله الطريق سهل جدا بس احنا طول عمرنا مصعبينه على نفسنا. الطريق انفستمنت واعداد ومعسكرات خارجيه وبطولات. بتفضل في التور. انت في التور احنا في تخبط في التور غير طبيعي. التور يعني انت تطلع بطوله وبطوله مش عارف الفيزا مش عارف ايه بطوله الفلوس ما جاتش مش حاجات ما يعني ما يعني كل دي عراقيل. إيه؟ عندك حق. عراقيل والموضوع فيري سيمبل يعني الموضوع سهل قوي. معسكرات وبطولات. طول ما انت تفضل في التور طول السنه هتخسر البطوله دي هتكسب البطوله اللي بعدها هتكسب هتلاقي نفسك في اخر السنه معاك 4-5 جراند بري من 11 بطوله لعبتها. لان انت جوه المعسكرات مره هتكسب ومره تخسر. مش كل واحد بيكسب كل اكيد. لان زي ما بقول لك في دول كتيره جدا جامده. انت في اليابان في اربعه في كل ميزان كلهم معاهم ميداليه في بطوله عالم. روسيا نفس الشكل. هي اليابان منبع الرياضه ولا دوله ثانيه؟ لا اليابان. اليابان في 18 مليون ياباني بيلعب جودو. يعني طب انت لك ان تتخيل يعني عايزين سبعه بس. يعني هو السلكشن ان هم يجيبوا سبعه. تتخيل السبعه دول عاملين ازاي؟ هو بطوله اليابان اصعب من بطوله العالم. يعني بطوله اليابان الياباني يجيب اول في اليابان هو حل ثلاث ارباع مشاكله يعني. طبعا هو بيبقى بطل العالم مش عارف يطلع بره اليابان. يعني انا بالنسبه لان احنا عندنا امل باريس 2024 لا راحت. لا لا ان شاء الله في امل والله. بصراحه بقى الفتره دي اصرفي نظر بقى اصرفي نظر. لا بجد نصرف نظر. لا والله ولا في امل. لا في امل طبعا. اصل الموضوع بيرجع لو تتفق معايا معلش انا مش بقطعك بس يعني عشان استكمالا للنقطه بيرجع للاتحاد. انا كاتحاد لازم اعد اللعيبه صح. ما عملتش كده خلاص. ما هي دي الموضوع. بس الصراحه التوجهات دلوقتي من الوزاره ومن كل من رئاسه الجمهوريه من كل حته ان صراحه التركيز مع الرياضيين جدا. اي عراقيل بقى قدام اي رياضي. الكلام اللي بس انت قلته ده مش عايزينه اصلا. هو ان شاء الله يعني ان شاء الله الفتره الجايه احسن بكتير من الفتره اللي فاتت. واحنا كنا ماشيين كويس شويه الى حد ما. بس هي اخر سنتين دي الدنيا لخبطت خالص. اخر سنتين. أوكي. انت عموما بعد الاعتزال برضو ما بعدتش خالص عن الجودو باي حال من الاحوال. انت فتحت اكاديميات لتدريب. انا فاتح اوريدي بقالي 7 سنين لان انا حياتي كلها في الجودو. انا ابتديت جودو من وانا عندي 3 سنين. 3 سنين؟ من وانا عندي 3 سنين لان بابا اصلا لعيب جودو. اوكي. فدخلنا الجودو طبعا على طول توريث يعني. أكيد. يعني انا ابني برضه دلوقتي جودو. دي حاجات ما لهاش. فحياتي كلها في الجودو. فانا اوريدي فاتح احنا الاوبجيكتيف ده او الابروتش ده واخدينه من 7 سنين ان احنا عايزين انشر اللعبه باكتر قدر. لان ليها قيم مع الجودو كتير قوي. قيم اخلاقيه وليها تعاليم كتيره قوي جنب الجودو. يعني مش الجودو ده مش جودو بس ان انت تعمل ازاي توقع ولا لا. احنا عندنا فيها حاجات جوانب كتيره قوي بنعلمها للولاد. حتى في اليابان بياخدوها كجوه الدراسه. يعني جوه الدراسه اللقطه بتاعت محمد رشوان طبعا دي عمرها ما تتنسي. والعالم كله وقف قدامها كتير قوي. لحد النهارده والله. لحد النهارده بنروح اليابان. واللي انا عارفه كمان ان هو اصبح يعني بابليك فيجر في اليابان. لا ده من يوميها ده بابليك فيجر كبير جدا لحد النهارده. احنا النهارده لحد النهارده ماشيين لقطه في غايه الاحترام منه الحقيقه. طبعا طبعا طبعا. وهم لحد النهارده كابتن رشوان ده هناك يعني. وعندنا احنا كمان يعني طبعا كابتن رشوان ده استاذنا كلنا يعني.
فانا اللي بنحاول اللي كنت عايز اقوله ان احنا بنحاول برضو ننشر هذا التعليم للولاد وباكبر قدر من عدد من الولاد ان هم نحفر فيهم التعاليم دي ونحفر فيهم القيم دي، لان هتلاقي كل لعيبه الجودو حتى كبار كلهم بيسلموا لبعض، يعني تعرف على طول ان ده من باك جراوند جودو، في بيتعامل بطريقه معينه، هتلاقيه بيتعامل مع المدرب بتاعه بطريقه معينه، مع الاكبر منه بطريقه معينه، مع حتى التيم ميتس بتوعه والزملاء بتوعه في التمرين والكلام ده كله بطريقه معينه. فده اللي برضو بنحاول ننشره باكبر قدر. حتى دلوقتي دخلنا على المدارس كمان وبقينا في المدارس حتى بندي الابروتش ده هنا في مصر، وقلنا لهم وعملنا الكلام ده كله يعني حتى دلوقتي طب بالنسبه للمشاركه بقى للبنات والمشاركه الناعمه زي يعني برضو احكي لنا عنها. لا ده احنا عندنا انا يعني انا بشجع الموضوع ده اكتر كمان في البنات، لان ده نوع من انواع الدفاع عن النفس مطلوب جدا دلوقتي. وبعد كده في زي مفاهيم غلط ان البنت ما بتعرفش جودو دي هتعضل ومش عارف ايه، تصلح لنا بقى فعلا. لا طبعا الكلام ده بالعكس، ده بيخليها يعني فت اكتر وبيخليها كل وعندها كونفيدنس اكتر وثقه بنفسها اكتر وبتعرف تدافع عن نفسها. يعني انا شايف ان هي مهمه اكتر للبنات اكتر من الولاد. مش هنحتاج قوانين بعد كده اللي هنخلص يعني على طول يعني في ناس عندنا كبيرة. بنات كتيره جدا في الاكاديميه قوي. كتير من الاباء والامهات اللي عندهم اطفال يعني طبعهم خجول الى حد ما، ما بيعرفوش ياخدوا حقهم، النوع ده من الامور دايما بيفكروا انه يخلوا اولادهم يمارسوا اي رياضه من الرياضات القتاليه زي الجودو زي التايكوندو زي الكاراتيه الكيك بوكسنج الى اخره. هل الرياضه دي احنا بنتكلم على الجودو طبعا، هل لازم لها حد ادنى من القوه البدنيه عند الطفل عشان يصلح للاستمرار في هذه الرياضه؟ لا احنا طبعا يعني حتى لو ولد جه ما عندوش الامكانيات دي فاحنا مهمتنا ان احنا نعزز له الامكانيات دي. يعني احنا اوريدي بنعمل مش بنلعب جودو بس، احنا بنعمل تمارين فتنس وبنعمل تمارين قوه بدنيه والحاجات دي كلها، لان هي ده اللي بيتاسس عليه بنبني عليه لحد ما الولد بيبقى عنده 14 15 سنه بيبقى اوريدي اتاخد المشوار ده كله، يعني ان هو يبقى اتاسس في الكلام ده كله. فطبعا لا مهم جدا التمارين البدنيه، وبعد كده دلوقتي كمان التمارين البدنيه بقت مهمه في كل حاجه، في الكوره في الهم واي حاجه دلوقتي طبعاً. البدني طبعاً. بقى اهم من احنا دلوقتي حتى في الجودو البدني بقينا بنركز عليه اكتر من الجودو. خلاص الجودو انت شربته خلاص اكتسبته خلاص طبعاً. يعني البدني بقى هو اللي لازم يفضل مكمل معاك الماتش كله والكلام ده كله. حلو. انا هسالك سؤال جريء. انت عماله تسالي اسئله لا مش عارفه قولي والله اسئله بتجيب بعض. دلوقتي انت كنت يعني بطل وتابع لاتحاد، هل واكيد شفت ايجابيات وسلبيات حاجه طبعا قدام ممكن ان انت ترشح نفسك في الاتحاد علشان الحاجات او يعني السلبيات اللي كانت موجوده والمشاكل كانت موجوده ان انت بقى تعالجها مع الاجيال الجديده اللي جايه؟ بصي انا يعني طبعا اللي انت بتقوليه ده الايجابيات والسلبيات، شفت حاجات طبعا 17 سنه في منتخب الرجال فيعني شفت كل حاجه. بس انا وجودي في الملعب انا مش اداري، مش حابب تبقى يعني لا يعني حابب ان انا مثلا اقول لحد ازق حد انا اكون شايفه ان هو، بس انا في الفيلد انا في الملعب يعني انا احب ان انا مرن. هتلاقيني انت عارف انا ليه بسالك السؤال ده، لان عندك شغف جدا باللعبه والرياضه حتى بعد زي ما انت كنت بتحكي لنا ولسه حبقت البيزنس بتاعك برضو تابع لهذه الرياضه، ففكره ان انا اكون بحب الرياضه دي جدا فعايز اغير فيها علشان الاجيال اللي جايه تبقى في ليفل تاني حتى احسن من اللي انا كنت فيه. فعشان كده انا حبيت اعرف هل ده تفكيرك ولا لا. يعني انا حتى وانا بلعب ال 15 سنه 17 سنه دول انا يعني واخر بالذات 10 سنين بعد ما الواحد كبر ونضج وبقى بيشوف اكتر نظرته لل، وانت بتلعب انت بتحاول تغير، يعني وانت بتلعب اصلا انت بتحاول تغير وبتحاول تشوف مين اللي ممكن يبقى يصلح ان هو يقود هذه المنظومه بشكل كويس، ويعني لان احنا من حبنا للعبه دي حريصين عليها جدا، حريصين عليها وبنزق دايما. بس انا شايف ان انا يعني انا وجودي في الملعب يفيد اكتر من الشغل الاداري. الشغل الاداري تمام. يعني شغل الملعب انا بحبه اكتر، احب ان انا مرن، احب ان انا يعني حتى هتلاقيني دلوقتي في الاكاديميات عندي بنزل وماسك الولاد وبتمرن معاهم. انا بشوف يعني بصراحه يعني لازم كريم يعمل لك يعني هتلاقيني على طول اكيد يعني فانا بحب الاكشن اكتر من بالمناسبه. هل في حد اقصى للعمر لاي طفل عشان يبتدي يمارس فيه الجودو؟ يعني انت قلت ان انت ابتديت من سن 3 سنين، وبطبيعه الحال اي رياضه لما تمارس من الصغر اكيد بيبقى يعني
ده احسن اكيد للشخص. لكن هل في حد اقصى؟ لا طبعا، احنا بيجي لنا ناس 35 ولسه بيبتدوا. 35 بس ده بيبقى هاوي بقى، مش بيبقى هاوي. بيبقى هاوي خلاص. بس لا مفيش يعني، يعني كابتن رشون نفسه مبتدي متاخر. كابتن رشون مبتدي 15 سنه اظن. يعني اظن يعني على حد علمي كان ان هو ابتدى اوريدي 15 سنه. طبعا طبعا، يعني بطل اولمبي وبطل عالم. فلا ملهاش يعني، بس طبعا كل ما بيبقى بدري اكتر كل ما بيبقى احسن تاثير، يبقى نسبتك لل وتاسيسك نسبتك للتميز وتاسيسك بيبقى احسن بكتير. نورتنا بجد جمهور الاهلي اكيد مبسوط. انا اهلاوي صميم على فكره. كلنا عارفين طبعا. نورت قناه الاهلي. ربنا يخليكم، ميرسي جدا على الاستضافه دي وسعدت والله. شكرا لك، كل التوفيق. وبنستاذن حضراتكم هنطلع فاصل سريع ونرجع عشان اخر فقره بقى من فقرات حلقه النهارده. اتفضل. شكرا ميرسي.